امرأة ذهبت بزيارة إلى بيت شقيقتها، من رجعت ودخولها إلى بيتها أصيبت برصاصة، ورصاصة من سلاح ثقيل BKC، حسب ما تحدثوا أنه هي رصاصة طائشة في منطقة الكتف. نقلوها إلى المستشفى، ظلت في 20 يوم لكنها صار عندها تسمم ومضاعفات في الدم وتوفت. طبعا مراسلنا يونس من البصرة، يونس الربيعي، أكيد تحدثنا مع أهل الضحية وشرحونا اللي صار بها، خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي برنامج لوكيشن عبر شاشة قناة التغيير. اليوم لدينا حالة في محافظة البصرة، تحديدا منطقة اليوبا في الجزيرة. امرأة بصرية بعد إصابتها بطلق ناري طائش توفيت هذه المرأة البصرية. للحديث عن تفاصيل هذه الحادثة يتحدث لنا شقيق المتوفية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء بحياتكم وإن شاء الله يعني الصبر. رحم الله والدك. نعم، يعني حدثني عن تفاصيل الحادثة بالتفصيل. بالتفصيل الحادثة صارت، هي أخوها جا من الزيارة فراحت العصر قبل المغرب بشوية، راحت لأخوها الزورة طبت زارته وهاي وما ادري شنو، فخلصت خلت وين ردت، ردت لبيتنا ماكو، بس طلعت من الباب رأسة قضت شتفها، فصاحت يا وطقنيها وطقني، ما حد لان ماكو حد، فخطي مشت شوي نقوم عليها وطاحت يم بابنا، ركضوا عليها اخواني دخلوها جوا البيت فشافوا الدم منها ينزل، اخذناها وين للمواني رحنا، فالمواني شافت اختي الدكتور فحص فلقى طلقه طقتها، فما بينت هنا واقفه نازله قبل، حولها وين؟ حولها للتعليمي، فالتعليمي هناك الدكاتره جزاهم الف خير وقفوا لها، فمن وقفوا لها سووا العمليه وعلى حسب الاصول وهاي، فطلعوها الطلقه، ظلت 20 يوم بالمستشفى، فبهال 20 يوم هاي ورا ال 20 يوم من صار شوي زينه طلعناها، من طلعناها ما طولت لها تقريبا اقل يعني من 20 يوم 15 يوم، نزل دمها الى 6. ورحنا الدكتور حولنا وين على المواني، بالمواني فحوصات وما ادري شنو هاي ويمه فحوصات، فطلع عندها شنو طلع؟ طلع تسمم بالدم، ندور الدم ينزل يوصل 10 9 يرجع ينزل الى 6، بحيث لما اخر شيء على المحاوله هاي الدكتور بحيث عالجها بكل طريقه يكون الدم مالها يكون يعني ما ينزل، فالتسمم تغلب عليها، صار عندها زرق بيديها، صار عندها زراق برجليها، تأثير الطلق، الطلقة هاي هي اللي أثرت عليها، فقلت لك آخر شيء، فالدكتور قال بعد ما نقدر ندور لها دم لأن دمها متسمم، إذا ندور لها أزيد تموت، فظلنا نعالج بها نعالج بها لحد ما ظلت تقريبا 13 يوم بالمواني، من ظلنا 13 يوم بعد هي انتهت، سببها الطلقة تسمم بالدم. يعني اكيد هذا الاطلاقات الناريه ربما بسبب مناسبات او نزاعات عشائريه. نزاعات عشائريه، مناسبات، احراس، هذا الرمي موجود حاليا هسه بالبصره، يعني مو ما اقول لك مستمر ليليا. فهو يسبب يعني شغلات. سبب وفاه عندنا هنا، جيراننا منك هم نفس الحاله، هم طقته طفل صغير جاي من المدرسه طقته ومات بمكانه. هي سببها كله طلق الطايش. يعني هسه انت شنو مطالبتك للجهات المعنيه؟ اكيد يعني فقدتوا شقيقتكم الله يرحمها ان شاء الله، ويعني فقد جدا كبير عليكم. نعم. والله مطالبنا هنا من الحكومه تسحب السلاح، توقف العالم هسه جاي ترمي على اعراس، ترمي على مناسبه، ترمي على اي شيء، يعني ما يصير هذا، هاي زين العالم وين تروح؟ قاعد ببيته وجت طلقه، طلع يتسوق جت طلقه، راح يشوف اخوه طقته طلقه، يعني ايش اقول لك؟ يعني مو حلوه هيك. ناس متضرره هواي. ايش قد ظلت بالمستشفى تقريبا 5 اشهر او يعني المده تقريبا؟ المده 20 يوم بال شو اسمه؟ التعليمي، فطلعت من التعليمي قلت لك ورا ال 20 يوم صارت شويه زينه، بس التسمم مال الدم خلاها تترادى. فقام ينزل دمها، كل ما ندور لها دم نوصل الى 9 الى 10 يرجع ينزل الى 6. التسمم متغلب على الدم، فأجزاء الداخلية كلها انتهت، كلها انتهت. زين الطلق شو نوعه ما عرفته؟
الطلقه طلقت بكيسي. شلون مو كارثه؟ هو البكيسي اصلا هو سلاح ثقيل، يعني مو هم خفيف، لا مسدس ولا رشاش، سلاح ثقيل مال حرب هذا اصلا، مو مال هنا عشائري وبعراس وترمي به. نعم مشاهدينا الكرام، كما استمعتم لهذه الحاله عبر برنامج لوكيشن وشاشه قناه التغيير، امراه بصريه فقدت حياتها بعد اصابتها بطلق ناري في منطقه اليوبا، وبعد 7 أشهر يعني بسبب هذه الإطلاقة الطائشة تعرضت إلى التسمم بالدم وفارقت على أثرها الحياة.